ولكنها للطائر الحكيم
تنتهي رحلتهم إلى مدينة سبأ باليمن، يرى أناسا تحكمهم امرأة فهي ملكة عليهم، كما أن سليمان عليه السلام ملك عليه وعلى أمثاله من الطيور والحيوانات والإنس والجن. نظر إلى هؤلاء القوم نظرة فيها تمحص وتدبر، وجدهم عند غروب الشمس قاموا يسجدون للشمس، وإذ به يعود إلى حاكمه وقائده صاحب المملكة الحيوانية والطيورية سليمان عليه السلام، وإذ به يتفقد رعيته تفقد الراعي الذي يخاف الله في رعيته، وامتثالا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فكان عليه السلام يخاف الله في مملكته، وإذ به يتحرى الدقة وثوب الأمان على مملكته من الطيور، هل كل في مكانه أم هناك بعضهم غائبا؟ وكما صور القرآن الكريم في سورة النمل 22 آية تصور لنا كل هذه القضية الإيمانية، والذي اكتشفها لم يكن إنسانا ولم يكن دكتورا ولم يكن مهندسا ولم يكن خبيرا، إنه طائر من مملكة الطيور تحت رعاية نبي الله سليمان عليه السلام. وإذ بالقرآن يتحدث عن سليمان في رعيته: وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين. فماذا أنت فاعل يا نبي الله؟ لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. كيف له أن يغيب بدون إذن؟ والقرارات تقول أن من تخلف بغير إذن فلا بد أن توقع عليه العقوبة. فإذا كان القائم حكيما فحاكمه حكيما هو سليمان عليه السلام. أخذ ينظر إلى القرارات في هدوء واطمئنان: لأعذبنه أو لأذبحنه إن كان غيابه على غير عذر، ولكن إن أتى إلي بعذر يجعله قد تخلف عن مملكتي فلأعافينه وأسامحه. وإذ بقليل من الوقت يعود الهدهد إلى مستقره، ويقف بعيدا يتفقد البلاد، هل ستوقع العقوبة عليه أم ماذا يكون حاله نظرا لغيابه؟ فمكث غير بعيد ليقدم تقريرا إيمانيا عما وجد في مملكة سبأ، وكأنه يقول في تقريره: إذا كنت يا نبي الله ملكا فلست بعالم للغيب، ولست تعلم ما علمته، وسيزفه إليك نبأ اليقين. إذا كما هو. فقال لنبي الله سليمان عليه السلام: أحط بما لم تحط به، علمت ما لم أعلم به. لا يزعم
يكتشف مملكة كاملة يسجدون للشمس من دون الله. وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله. وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. ويضع الخاتم النهائي لقرانه قائلا: الله
فانظر لماذا جاء سليمان عليه السلام. حينما وصل جند ملكة سبأ المسماة بلقيس نظر إليهم سليمان دون أن يمس صندوقا من السلاطين أو يذبح شيئا من هذه الهدايا، قال أتمدونني بمال؟ فما آتاني الله خير مما آتاكم، بل أنتم بهديتكم تفرحون. ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها. هذا يقصد لأن الله تبارك وتعالى سخر لسليمان عليه السلام استجابة لدعوته حينما قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. سخر له الريح وسخر له الطير والجبال وكل شيء في الوجود كان مسخرا له لخدمته يأمره في الطير. فكان جنوده لا يعلمها إلا الله، فمعنى قوله أنه سيرسل إليه جنودا لا قبل لهم بها يعني أنه كان يكون أول الجيش عندهم في اليمن وآخره ما زال في فلسطين لا يستطيعون المواجهة. حتى الجن حتى الشياطين كانوا مسخرين لخدمته. ولنخرجنهم منها أذلا وهم صاغرون إلى نهاية هذه الآيات التي صورت لنا هذه القضية الروحية على يد طائر صغير من طيور مملكة سبأ من طيور مملكة سليمان عليه السلام، والذي كان خبيرا بوجود الماء في الصحراء. وكان نبي الله سليمان عليه السلام ينطلق من حين إلى حين عبر الصحراء إلى مختلف البلدان لنشر الإسلام وهو دين الله عز وجل. فكان دليلهم إلى وجود الماء في الصحراء هو هذا الطائر، ولذلك كان من المهم أن يكون موجودا في كل وقت وحين. فليتنا نتفقد أولادنا وبناتنا في أوقات الصلوات، وليتنا نتفقد أولادنا وبناتنا في الخروج والدخول إلى بيوتنا عملا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الآيات كثيرات ولكن الوقت لا يسمح لسرد القصة كاملة، ولكن إذا أراد الله وكان في العمر بقية إن شاء الله سنكمل. وكان نهاية القرار من ملكة سبأ أن قالت حينما دعاها سليمان عليه السلام للإسلام ورفض هداياها، يقول أنه لا هدية مقابل الشرك بالله، نحن لا نرضى ولا نتهاون عن دين الله، لا نقبل شيئا مقابل أن نشرك بالله. فعجبت من هذا الرد وأقرت هي وقومها أنهم يعودوا إليه مسلمين كما أمر، إلى أن صورت الآيات الكريمات ذلك الحدث وتلك القصة، إلى أن كان قرارها: رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. أقول ما سمعتم وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. ونشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، ونشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله إمام المرسلين ورحمة الله للعالمين. وبعد، all praise due to Allah, the Lord of the worlds.
Today is talking about one story from the Quran stories. As Allah subhanahu wa ta'ala mentioned about it in Surah An-Naml, it's talking about the wise bird. The wise bird is the hubu. He was living under, came from Prophet Solomon in his kingdom. And Prophet Solomon, alayhi salam, was asking Allah subhanahu wa ta'ala one day, "Oh my Lord, forgive me and give me something to be special to me as a gift, not for any other after me." In Surah Sad, رَبَّ اغْفِرْلِي وَهَبْلِي مُلْكَ لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِنْ بَعْدِي إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ. The answer about that, Allah subhanahu wa ta'ala said, فَسَخَّرْنَا لَهُ الْرِيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ. I give him the gift such as the wind has to be under his care, and commanded the wind to do what he wants, and it's not for any other after him. Also, devils, ash-shayateen, some of them beggars and some of them as a swimmer and more to reach at the deep of the sea. And Allah subhanahu wa ta'ala gives this blessing to his Prophet Solomon as he answered his supplication. And the birds, Allah subhanahu wa ta'ala taught him the language of the birds and the language of the animals. Everything in the verse, Prophet Solomon was taught his language. Big or small. To see this animal or bird, all who can see. Say, if any bird is giving sound words at me, Prophet Solomon knows what this bird wants and what this bird says. The hubu was flying one day from Palestine to Yemen, special to the kingdom of Sheikh, Sabah. And one day Prophet Solomon was looking for everything, so people, birds, birds and animals, everyone in his place. And he said, "I cannot see the hubu. I think he's still away, he's absent." And he wants to give decision towards this bird, how to steal away till sunset that he's not coming back, without any permission from me. I have to punish him or slaughter him, unless if he can give me a reason for his absence outside. Until evening time, it's not allowed for any bird or any or anything from his kingdom to stay away. Then the hubu come back to the kingdom of Solomon, and he was waiting to find out this punishment or there is any torture against of him or what will be. Then when he saw everything quiet, he went to Prophet Solomon and he said, "If you are Prophet of Allah and also are a king and also are living under your king in your kingdom, but you cannot know anything about it unseen." Prophet Solomon looked at the hubu and asked him, "Why are you saying that?" He said, "I had knowledge about something you had no nothing, you had nothing about it.
He said that what? He said that I went to Jerusalem to Sana as a city of Yemen, and I found one lady. She's controlling them as a leader. He said, okay, nothing new. She had everything under her hand. It's okay. What else? She has very clean throne. He said, yes, because she's a queen. What else? The main point, Hippo, minute, he said, I found her and her people around her are worshipping the sun. And I know, I believe in that Allah, who only the one who deserves to worship him. And how these people are worshipping the sun. Prophet said and said, Salam Guru, a sadaqta. And Kunta min al Kadhibin. He doesn't believe him from the first moment in what he said. And also we have to know that all of the birds and animals doesn't know to be liar. Only the human people can some of them be liar. And he said, I will see. Are you telling us the truth or you are one of the liars? أصدقت أم كنت من الكاذبين. And my decision now, take this book and go back to Yemen and deliver my letter in front of this queen. Okay. The bird took the letter from Prophet Solomon and he started the journey again back into Yemen to drop his letter in front of the leader of these people in Sabah. Then the message had delivered front of her, she opened it and read it. It is from Solomon. And in the name of Allah, the most gracious, most merciful. Don't be arrogant and come back to me as a Muslim. That's it. She called all of the special, the private team around there. Oh, my soldiers, come. Come to give me your opinions around this decision. I want to give decision after your opinion. What happened? She said, I received a book from Solomon. It is noble book. And he said, don't be arrogant and come back to me as a Muslim. And they became angry, not happy about this message. It's a very strong message. And they said, we are ready to fight. And also, we can try to sort any problem he saw it, to sort it out without any trouble. But command us what you want to do. She said the kings, at the end of the any country, they will spoil it as a corruptor, and they will kill the people in the country they entered it very low after they were very high. I'm thinking to send some gifts to him to find out is him like I'm thinking about, or he on the right side. She said, take some of gold, take some of silver, take some of diamonds, take some of silver. Many, many huge.
and go to him and give it to him and pass my message to him. This is your gift from our queen. Okay. Prophet Salman, when their messengers went there, before to touch anything from the gifts what she sent it to him, he looked at them and he was so angry. Are they bribing me to close my eyes about what they are doing to push them? I'm not like this. I am not compromising towards my religion to lead other people to worship what they like to worship. Okay? Just only to worship Allah. I can help anyone to worship only Allah. But for shirk, no. And he said, what you are going to do with me now? They said, just to give you this gift from our leader as a queen. He said, take all of the things you brought now and go back. And pass my message. I will send very, very big number of soldiers. It will be there in your country, in your city, and in them still in my country. In Palestine. You will not face what I'm sending towards you to fight you. Go back and pass the message. When she knows about what he said, she thought she was wrong when she said all the kings like corruptors. This man is not the same. I thought wrong, thinking he is the right man. I have to travel to see him, me and my followers, to see what he said in his message, to worship Allah as he is doing. Worship to Allah subhanahu wa ta'ala. And it is very, very long story. We cannot cover our talking about it in one time. But inshallah, if Allah gave us more life, together we can continue in other learning, inshallah, to cover this topic, talking up to him, inshallah. But to shoot the story cut, she came finally with her followers after he invited her, and her decision. Finally, she said, oh Allah, I was learning myself, and now I submitted myself between your hand as an order of servants. It is a result, very, very good result. And all of this invitation to Islam because of the birds. We have to learn sometime from people, sometime from some animal, sometime from some insects like ants, and sometime we can learn from the bird like today's talking, what we were talking about. May Allah subhanahu wa ta'ala give us more knowledge and open our chest to this religion, to invite others to believe in Allah as only one. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والاحياء منهم وارحم الاموات اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم امواتنا واموات المسلمين اللهم اشرح صدورنا ويسر امورنا وفرج كرباتنا واهدنا الى سواء السبيل اللهم اذنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم لا تدع لنا في يومنا هذا ذنبا الا غفرته ولا عيبا الا سترته ولا مريضا الا شفيته ولا مظلوما ولا ميتا الا رحمته. اللهم انصر المسلمين والمسلمات في كل مكان مستهدفا من ارض الاسلام. اللهم كن لاخواننا المجاهدين في فلسطين عونا معينا، وكل اخواننا في اليمن وفي الصومال وفي الهند وفي كل مكان من المسلمين والمسلمات والعراق وسوريا عونا معينا في الشدائد كلها. تقبل موتاهم في الشهداء وداوي جرحاهم وعالجهم اللهم يا ارحم الراحمين. انك ولي ذلك والقادر عليه. عباد الله، ان الله امرنا بثلاث ولهذا
an infection,